طبعا أنا قررت الترشح في الدائرة الأولى، وهناك برنامج عندي برنامج طبعا راح يكون في خطتي إن شاء الله في الانتخابات، وراح أتكلم في محاور كثيرة بحسب خبرتي في وزارة الشؤون، إلى أن وصلت أنا تقاعدت إلى وكيل وزارة مساعد في وزارة الشؤون، والتمست الكثير من معاناة المواطنين الكويتيين، منها راح نتكلم إن شاء الله في خطتنا الانتخابية اللي راح يكون إن شاء الله الأسبوع القادم افتتاح مقرنا، راح نتكلم على المتقاعدين، وراح نتكلم على بشكل عام، وراح نتكلم أيضا على المرأة، وخاصة المرأة اللي هي ربات البيوت، وأيضا نتكلم على الشباب، وهناك فرص كثيرة للعمل في الشباب من خلال ما لامستهم أنا ومعاناة هذا المثلث اللي راح أتكلم عنه من خلال عملي في وزارة الشؤون كوكيل وزارة مساعد. وأكو أيضا يعني راح أتكلم على الإعاقة اللي هم كمبنى كأداء لهم كتواجدهم، والوضع اللي قاعد يصير عليهم من خلال مظلوميتهم، من خلال أن متناسينهم. احنا اليوم المعاق ما هو مجرد باركينج تحط له باركينج او لا تحط له هويه او تحط له شعار، لا، الاعاقه هناك ذوي الهمم مثلا نقول عنهم، هم لهم دور كبير ولهم عمل مؤسسي في دوله الكويت. ان شاء الله الله يوفقنا في حملتنا الانتخابيه ونغطي المتقاعدين ودور المتقاعدين ايضا في المجتمع الكويتي ودورهم الاساسي. هؤلاء المتقاعدين اللي هم أعطونا اللبنة الحقيقية للمجتمع من خلال أبنائهم الآن اللي قاعد يشتغلون، ولهم دور، ولهم أنا بالنسبة لي لهم خطة إن في زيادة رواتبهم، لهم خطة في وجودهم الفعلي في دولتنا الحبيبة الكويت. أنا صراحة يعني لما اخترت شعاري اخترت من أجل الكويت، أنا ما أنتمي إلى أي تيار ولا أنتمي إلى أي تكتل لحد الآن، أنا من أجل الكويت وأعمل للكويتيين جميعاً، لكل الدوائر أعمل لهم. الآن خاصة في فترة انتخابات تلاقي أن يعني اللي كل واحد يزكي نفسه وكل واحد يزكي مجموعته، هم دخلوا في مجاميع وتكتلات، ما أنتمي لهم نهائي. أنا أنتمي إلى بلدي، أنتمي إلى وطني، أنتمي إلى الشعب. أنا أشوف الشعب شنو يبي، مصلحة الشعب أنا واحد منهم، وهذا خطي أنا من أول. فأنا ما أنتمي لأحد، حتى التيارات السياسية الآن اللي يعني صارت التكتلات أيضا أجزاء، فكل جزء قاعد يدافع عن مجموعته، يدافع عن مجموعته. إحنا ما ندافع إلا عن الكويت وندافع لمصلحة البلد. وأنا صراحة في حملة الانتخابية بالذات راح أكو مثل يقول من أمن العقوبة أساء الأدب، إحنا نقول الآن من يسيء الأدب لا يؤمن العقوبة في ظل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. نبي هذه القاعدة نكسرها، إذا كسرنا هذه القاعدة راح أعتقد أنا إحنا راح نتطور، لأن خلاص من يسيء الأدب خلاص راح يتعاقب وراح يحاسب. طبعا إساءة الأدب في كل المجالات، عاد اللي بيبوق، اللي بيخالف، اللي يبي واسطة، التعيينات البرشوتية، يجب أن توقف هذه في ظل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء إن شاء الله.